كانت فين يابا؟ اهو. ايه ده يا جماعه؟ ده في ظابط بيلمع العربيه. لا يا عم، ده سواق، انا جبته عشان زهقت من السواقه. ليه جبته ليه يا عم؟ هيقعد يسمع كلامنا وينقله ويقول للناس وليه يا ابني؟ هو فاهم حاجه؟ حرامي ولا خد يلا يا ابني. انزل عليها يا شيف، انزل عليها يا شيف. اوكي اوكي اتس فاين. حرامي فهمت يلا. نعم مش بالجري يلا. اوعى مش بالجري. بتسرقي يا رانيا؟ بتسرقي؟ بتسرقي يا هشام؟ اهدى يا هشام، ما دام راح عليك بتسرقي. ها؟ حاسب يا حبيبي. ها؟ ايه ده؟ سريعا خالص بقى خالص. حاسب يا شيف عشان واحد وسخ زي ده. كتير كتير اوفر السكينه، مش قوي كده. البوليس في عام يرمي السكينه. ارمي دوس عليه. مش طور هاي يا باشا. ده سيف سيف سيف. حرامي يعني ايه؟ حتى لو حرامي يا باشا حرامي. سيف سيف سيف. طب بدل ما تشكرنا يا عم كله قلمان اعمل اي حاجه. لا مش هتتور عليه. لا مش هتبقى برضه بتقول. لا مش ده انت نص تصور معاه. ماشي خليه. ماشي يا سيدي خلاص، على عيني وعلى راسي. انت راجل خلاص خلاص. ماشي اوكي هو. انا مش هتتور. اوكي اوكي يلا يلا. والله انت هتركب فين؟ تركب جنب السواق؟ ايه المشكله؟ فاهم ما هو في الاخر روح زينا. روح ازاي؟ ده سواق بالظبط يعني. اه صح. ارجع ودور. ماشي خش 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 يا عم. اتفضل اتفضل. عيب بقى ايه؟ خش. مين رايحه فين انت؟ هتركبي معانا؟ اترزعي ورا في الشنطه. ما انت خلاص بقيتي هانم. وبا يا ابن ال طب بص لي، بص هناك الواد قلب لي بطني يا جماعه. انا لو صحيت تاني هم اديك بالجزمه. سامع؟ بنتي دي قفشتها امبارح في البيت داخله الحمام. الحمام بتاعنا؟ الحمام بتاعها بس داخله الحمام. هزقتها ولا ما ينفعش تخش الحمام شغاله يعني؟ المبدا نفسه يا شيخ. ازاي تخش الحمام؟ انت بتتكلم على المبدا نفسه؟ اه حاجه تانية. ولا انت معاك رخصه؟ يس. خرجنا في بقال ولا ايه؟ لما هو الديكور كده حلو. هتاكله ولا مش هتاكله؟ اه نادي الخدام بقى اللي هناك. ويتر خد يالا. ايه ده يا جماعه؟ في ايه؟ بفلوسنا يا شيخ. وعلى فين؟ عايزين منيو. المفروض تجيبه على طول يعني، مش لازم نقول لك الاول هات المنيو وبعدين تجيبه. جايين نتكلم يعني. معاك بنرغي معاك يعني مثلا؟ جاي من غير منيو ليه؟ تهدوا يا جماعه. في ايه؟ الواد ما عملش حاجه. بقول لك ايه، الواد السواق والبنت الشغاله قاعدين بره في البرد غلابه هم. شوف اي حاجه من اللي بترموها في الزباله بواقي الاكل، وحتى لو هي لسه في الزباله اعمل لهم طبقين كده واديه لهم بره. اتفتح. ايه يا عم في ايه؟ ايه ده ثاني؟ في ايه يا حيوان؟ خلاص يا جماعه افرك كانت وقعت جت في عيني دلوقتي. خلاص 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 ماشي. يلا غور 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 يا عم. مش تحاسب يا حيوان غبي. جرى لك حاجه؟ ولا الهوا الحمد لله. ده باولو. ايه يا باولو عامل ايه؟ انت ايه مسافر؟ عيد ميلاد ابوك؟ أبوك في الدار؟ كل سنة وهو طيب. نروح نحتفل بيه؟ بس إحنا عندنا النهاردة مشاوير. إيه؟ عندنا إيه؟ دار إيش؟ ماشي. مش فاكر إيه بس. ماشي يا باولو ماشي. أه هو زي أبونا برضو. ماشي. ماشي. سلام. فين؟ ما يحتفل هو بيه يعني. إيه هو أصلاً مش فاهم؟ أبو باولو في دار المسنين وعيد ميلاده النهاردة، وباولو مسافر عايزنا إحنا نروح نجيب له تورتاية وكده عشان الراجل يعني. هو رمي أبوه في دار المسنين وعايز يحتفل بعيد ميلاده؟ أصلاً. حلو قوي. باولو مين بقى؟ ولا باولو يالا.
باولو يالا على الفيزا السمراء يالا على العجب.